نعم تفضل. سيدة كانت راسلتنا وقالت أريد الطلاق من زوجي بالتراضي، وهو يقول لي روحي لداركم ونبعث لك الورقة تاع الطلاق. ولكن السيدة هذه تقول بلي أنا ما عنديش ثقة فيه، على بالي خليني معلقة ويعييني لأنه قال لي نعييك. هذه الرسالة تاع السيدة تقول هكا. مع العلم هذه السيدة عندها بنت 19 سنة وولد 16 سنة. قالت له بلي كي طلقني نروح لدارنا، هو قال لها لا لا، من المحال يكون هكذا الطلاق، القانون ما يسمحش، لازم انت تخرجي من الدار. هو من عادته يخليها ويغلق عليها الباب، وحبت تعرف إذا صح واش هو يقول عليها ولا ممكن دير إجراء آخر. تفضل. شكرا. في قضية الطلاق بالتراضي يعني الأمور هذه يجب أن تكون مفاهمة بين الزوجين. طيب. تفاهم هذا اللي يتجسد من خلال محضر يمضى من طرف كلا الطرفين أمام محامي، يعني يقدروا يوكلوا محامي أفضل باش يدير لهم القضية هذه اللي تكون إجراءات سريعة جدا فيما يخص الطلاق بالتراضي، اللي فيه محضر تفاهم على كل شروط تاع الطلاق. طيب. كيف ذلك؟ يكون عن طريق يعني إذا كان يتفاهموا على تعويض بالنسبة للزوجة أو عدم وجود أي تعويض، يعني هذا الاتفاق هذا يكون حر بينتهم كما حبوا يتفقوا فيه على شروط هذا الطلاق بالتراضي. ولكن أنا أحسب الرسالة فهمت أنه الزوج هو ماهوش حاب أو حاب يخرجها من البيت باش يتحايل عليها ويقول أنه تركت بيت الزوجية، لا؟ ما حتى ولو كانت فيما يخص ترك بيت الزوجيه يعني الامور هذه عاده ما تحدث في قضايا الطلاق. طيب. وهنايا حتى ولو كانت الزوجه هي اللي تركت بيت الزوجيه، يعني هذا لا يرتب اي اثر فيما يخص يعني باقي الامور التي سواء في الطلاق او فيما يخص يعني المسؤوليه تاع الطلاق. اوكي. لانه حتى ولو كان فرضا انه الزوجه هذه تركت بيت الزوجيه، فواجب على الزوج انه هو اللي يسعى باش يرجعها. وإذا كان ما كانش حاب يسعى باش يرجعها، كان حاب يطلق، هو يروح يقوم بإجراءات تاع الطلاق. يعني فيما يخص الأمور هذه ما فيهاش. بقات فيما يخص، أنا حبيت يعني نشير إلى نقطة فيما يخص يعني الاتفاقات. هذه الاتفاقات اللي ممكن الحقوق تاع الزوجة اللي هي الحق عندها الحق باش تنازل على الحقوق تاعها، لكن حقوق الأبناء ما عندهمش، ما عندهاش الحق باش تتنازل عليهم. لماذا؟ لأن حقوق تاع الطفل هذا وما هي مجرد مسؤولة عليه. فيما يخص النفقة، البنت راهي 19 سنة وتستمر النفقة إلى غاية زواجها، ما عندوش الحق باش ترى أنها تروح تتنازل عن النفقة بالنسبة للبنت هذه. وبالنسبة للطفل هذا راه في عمر 16 سنة، ممكن أنه يعني الحضانة الطفل تنقضي بسن 10 سنوات وللقاضي أن يمددها إلى غاية 16 سنة، لكن عنده الحق باش عندها الحق أنها تطلب مسكن لممارسة الحضانة والنفقة تاع الطفل هذا. ممتاز، واضح. إذا يبقى أنه إذا كان خرجت معليش أنها تخرج لاستيحات العشرة بين الطرفين هذا، لكن أنه الطلاق بالتراضي يكون عن طريق التفاهم. أولا لازم يتفاهموا باش يروحوا يديروا الإجراءات. نعم.